لقى وزير المالية والميزانية طاهر حامي تنجلينغ مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي الجديد لدى البلاد جاء عقب انتهاء مهام البعثة السابقة للصندوق بقيادة إدوار جميل. وسيعمل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الجديد إدوار مارتين بالتعاون مع فني وزارة المالية والميزانية خلال أسبوعين على دراسة ومراجعة الاتفاقيات التي وقعتها البلاد مع صندوق النقد الدولي والقيام بتقييم أولي لجميع الأنشطة التي ينفذها الصندوق بتشاد وكذا تقديم تقرير لمجلس إدارة الصندوق. هناك هدفين لهذه البعثة. الهدف الأول هو تسليم التسلم بيني كرئيس البعثة السابق ورئيس البعثة الجديد السيد إدوار مارتان الذي سيتولى مسؤولية العمل على تشاد ابتداء من اليوم. والهدف الثاني هو الاتفاق على سياسات مالية ونقدية للعام لهذا العام كي يتيح لنا تقديم ملف تشاد لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي في شهر يونيو حزيران كبرنامج ضمن البرنامج على مدى 3 سنوات. كما وصف الرئيس السابق لبعثة صندوق النقد الدولي إدوار جميل وزارة المالية بشريك الأساسي للصندوق في تنفيذ جميع مشاريعه بجد. وزارة المالية هي الشريك الأول والأساسي لنا في تشاد. هذه البعثة ستحاول الاتفاق مع الحكومة التشادية على المراجعة الأولى ضمن هذا البرنامج التي ستتيح إلى تقديم مساعدات مالية إضافية إذا أردت في شهر حزيران يونيو من هذا العام. هذا وأن وفد صندوق النقد الدولي سيلتقي مع جميع القطاعات الوزارية المعنية خلال فترة تواجد البعثة بجد.